الصقالات. الصقالة هي منصة مرفوعة على أعمدة خشبية أو معدنية مركبة بطريقة خاصة، وتستخدم لحمل العمال المشتغلين في مكان مرتفع وحمل المعدات المستخدمة والخامات اللازمة للعمل. نتكلم عن مكونات السقالة بشكل بسيط، ناخدها مثلا من فوق لتحت. السقالة زي ما احنا شايفين بتتكون من منصة عمل، منصة العمل دي ممكن تكون من الأخشاب أو من الألومنيوم. يكون في درابزين، الدرابزين ده بيتكون من 3 أجزاء. أول جزء صغير جدا مش باين في الصورة اسمه واقي القدم أو تو بورد. تاني جزء اللي هو اسمه الميد ريل أو الدرابزين الوسطي ميد ريل. تالت جزء اللي هو التوب ريل أو الدرابزين العلوي. ويكون مثبت على السقالة وسيلة للصعود على السقالة، ممكن تكون سلم بالمنظر ده. السقالة المفروض يكون ليها أكسس جيت أو بوابة، البوابة دي بتفتح للداخل، بتفتح للداخل بحيث إن لو حد سند على البوابة ما تفتحش بيه للخارج لبره. بيكون في السقالة طبعا تقويات بلامب فيرتيكال بالمنظر ده كده، أو تقويات على هيئة كروس بريسز بالمنظر ده، دي تقويات للسقالة. السقالة بيكون ليها قواعد اسمها بيز بليد، قواعد حديدية اسمها بيز بليد. البيز بليد ده بيكون فيها دراع صغير كده، الدراع ده ممكن أطول بيه طول السقالة، أطوله بحيث إن تكون السقالة موزونة. طبعا بعمل العملية دي باستخدام ميزان مية، بظبط طول السقالة بحيث إن السقالة تكون موزونة. البيز بليد بيكون بتمسمر ب4 مسامير على عتبة خشبية بالمنظر ده. العتبة الخشبية اسمها مد سيل، عتبة خشبية بالمنظر ده. تقع الحوادث في الغالب بسبب عيوب في التصميم، زي نقص في القوائم والدعامات أو وسائل الربط والتثبيت كالكلابات والحبال، استعمال مسامير بعدد غير كافي أو بطول غير مناسب، نقص أو غياب مواسير الحماية الجانبية اللي احنا بنسميها الهاند ريلز، أو حواجز القدم اللي احنا بنسميها التو بوردز، أو نقص في عرض الألواح اللي بنسميها البلانكس أو البوردز، وعدم تثبيتها أو اتزانها جيدا، أو نقص في وسائل الوصول إلى السقالات. احنا قلنا إن في لازم تكون في وسيلة وصول للسقالات، ممكن يكون سلم، ممكن أصعد على السقالة من خلال المبنى، وغيرها من وسائل الصعود على السقالات. بالنسبة للعيوب في مواد التصنيع، ممكن يكون في كسور في الأخشاب أو شقوق، أو المواسير بتاعة السقالة بها صدأ أو عيوب في اللحامات أو غيره. سوء الاستعمال زي التحميل الزائد، ما ينفعش إن أنا أعمل overloading على السقالة وأحملها تحميل زائد. كل سقالة ليها زي ما قلنا safe working load أو حمولة العمل الآمنة التي لا يجب أبدا أن أتعداها. سقوط الأشياء أو القفز على السقالات، القفز على السقالات أنا بسميه تشوك لود أو تحميل مفاجئ، تشوك لود. التشوك لود ده ممكن يسبب انكسار للأخشاب بتاعة السقالة أو تلف السقالة. إزالة أو إتلاف الحواجز الواقية أو حواجز القدم أو جزء من الأجزاء الإنشائية للسقالة، ده برضه ممكن يسبب انهيار السقالة. استعمال أحمال متحركة على السقالة، أحمال متحركة ساعات بيتحط بعض التنكات أو بعض البراميل اللي بيكون فيها سوائل، الونش بيرفع البرميل على السقالة قبل ما السائل اللي جوه البرميل يكف عن التحرك، ده بنسميه دايناميك لود أو وزن متحرك، ده ممكن برضه يسبب انهيار السقالة أو وقوع السقالة. استعمال الصقالات في أغراض غير مخصصة لها برضه ممكن يسبب انهيار للسقالة. الصورة اللي قدامنا دي لموقع إنشاءات جنب استاد كرة قدم في لندن، المشجعين أول لما طلعوا من الاستاد على طول طلعوا على السقالة، ده أنا بسميه overload للسقالة أو تحميل زائد للسقالة، ممكن في أي لحظة كان يحصل حادث مروع والناس دي السقالة ما تستحملهمش وتقع بيهم. طبعا ما ينفعش وأنا بطلع على السقالة أطلع على الكروس بريسز أو التقويات اللي على هيئة حرف إكس، ممنوع طبعا لأن ده ممكن يسبب سقوط السقالة. أنواع السقالات، في أنواع كتيرة جدا للسقالات هنذكر أهمها. أول نوع اللي هو السقالات الهيكلية، بيسموها برضو السقالات ذات الإطار أو الفريم سكافولد، زي ما احنا شايفين عبارة عن فريمين قصاد بعض ما بينهم تقويات.
من مميزاتها ان هي سهله جدا في التركيب وبتركب بسرعه جدا، ولكن لازم يكون على ارضيه مستويه وما ينفعش ان انا استخدمها في اماكن فيها عوائق. يعني تخيلوا معايا مثلا لو انا عندي فتحه بتاع التانك، مانهول بتاع تانك، طبعا ما ينفعش ان انا ادخل الفريمات دي من المانهول بتاع التانك، ما تجيش لانها كبيره شويه. هستخدم في الحاله دي نوع تاني من السقالات هنتكلم عنه قدام شويه، اللي هي السقالات الانبوبيه. السقالات الانبوبيه عباره عن انابيب بيتربط مع بعض بكلامبات، انابيب وكلامبات. دي انا بسميها السقالات الانبوبيه او تيوب اند كلام سكافولد. دي بتساعدني جدا في الحاجات او في الاماكن اللي بتكون مزنوقه زي الفتحات بتاع التنكات او المنهولات بتاع التنكات. ممكن ادخلها من الفتحه بتاعه المنهول بتاع التنك واركب السقاله جوه باستخدام المواسير والكلامبات. لو عندي تانك زي اللي موجود في الصوره، تانك كروي بالمنظر ده، السقاله بتاخد شكل التانك. كمان في المنشآت البحريه، انا اصلا ما عنديش ارض في المنشآت البحريه، عندي بحر. في الحاله دي هضطر ان انا اعلق السقاله بالمنظر ده باستخدام المواسير والكلامبات. نوع تاني من السقالات، السقالات النموذجيه او المودولار سيستم سكافولد. يمتاز هذا النوع من السقالات بسهوله التركيب وعدم الحاجه لاشخاص متخصصين لتركيبها، حيث اماكن التركيب ثابته بالمنظر اللي قدامي ده، مواسير عرضيه وفي اماكن تركيب ثابته. الماسوره بتتحط يعني زي اللي موجود في شاشتين ماوس فين، الماسوره الافقيه دي بتتحط في القائم الرأسي باستخدام شاكوش، بيتم الخبط على هذا الجزء فبيتم تثبيته في القائم الرأسي، فهي مش محتاج لشخص متخصص لان اماكن التركيب ثابته. السقالات المتحركة أو الرولينج سكافولد، النوع ده من السقالات أنا بستخدمه بكثرة في أعمال التشطيبات في الأبراج السكنية وفي المستشفيات وغيره. زي مثلا ممكن أركب تكييف، ممكن أركب إضاءة، دي السقالات اللي أنا بستخدمها في هذه الحالة. السقالات بتكون على 4 عجلات، كل عجلة بيكون ليها فرملة. العجل ده بيكون طبعا من المطاط، بيكون عليه غطاء من المطاط بحيث إن هو يتثبت في الأرضيات كويس. السقالة بتكون شبه السقالات العادية، فيها تو بورد وميد ريل وتوب ريل والمنظر اللي احنا شايفينه ده. السقالات المعلقة، معامل الأمان لهذا النوع من السقالات هو 1:4. يعني لو أنا عايز أشغل أحط على السقالة حمولة 1 طن، يبقى لازم السقالة تستحمل حمولة 4 طن. ومعامل الأمان للوايرات اللي هي اللي احنا شايفينها قدامنا في الصورة، وايرات الربط والتعليق، بيكون 1:6. يعني لو انا عايز احمل على السقالة 1 طن، يبقى لازم اجيب وايرات تتحمل لحد 6 طن. قلنا ده احنا بنسميه الـ Safe Working Load او الـ SWL، Safe Working Load. يتم ربط العاملين بهذا النوع من السقالات بواسطة حزام باراشوت اللي احنا بنسميه Safety Harness، بحطه في لايف لاين. لو مش عارف هتقدروا تشوفوا الصورة، الماوس على اللايف لاين اهو، في لايف لاين قدامي مربوط، في حبل مربوط ما بين اللايف لاين وبين الشخص، مربوط في السيفتي هارنس اللي هو لابسها او حزام الوقايه من السقوط اللي هو لابسه. طبعا السقالات المعلقه انهت لي المشكله بتاعه تنظيف الزجاج بتاع ناطحات السحاب. زمان كان الناس بينظفوا الزجاج بتاع ناطحات السحاب بالشكل اللي احنا شايفينه، دلوقتي في سقالات معلقه مخصصه لهذه الاغراض. المتطلبات والاشتراطات العامه اللي بتكون موجوده في اغلب انواع السقالات، يجب أن تتحمل السقالة 4 أمثال وزن العمل عليها، السيف وركينج جروب بتاعها. يتم تركيب وتعديل السقالات بواسطة متخصصين، وقلنا اسمهم كومبتنت بيرسون. قلت أنا عندي كومبتنت بيرسون في السقالات وعندي كومبتنت بيرسون في الأوناش. كل شغلانة ليها كومبتنت بيرسون بتاعها. يعني إيه كومبتنت؟ كومبتنت يعني كفء. لازم أن يكون الشخص ده معاه التعليم المناسب، الخبرة المناسبة، التدريب المناسب، ومعاه الاثوريتي من الاورجنايزيشن او معاه الرخصه من المؤسسه. يعني مش معنى ان انا معايا رخصه خاصه ان انا اسوق العربيات بتاعه المؤسسه اللي عندي، لازم تكون المؤسسه مصرحه لي ان انا اعمل كده. يعذر تركيب السقالات على البراميل والرصات حيث تكون عرضه للانهيار. الحواجز الوقائيه اللي احنا قلنا عليهم، التوب ريل والميد ريل والتو بورد او واقي القدم، 3 انواع من الحواجز دي.
الحواجز الواقية تصنع من الخشب أو المواسير أو الزوايا الحديدية، بشرط إن هي ما يكونش فيها أجزاء مدببة ممكن تسبب جروح للناس اللي شغالة على السقالة. تتكون من حاجز علوي زي ما قلنا توب ريل ارتفاعه 42 بوصة، وحاجز وسطي ارتفاعه 21 بوصة، وواقي قدم ارتفاعه 4 بوصة. تتباعد القوائم الرأسية اللي هي فيرتيكال بوتس، في عندي قوائم رأسية بتكون ماسكة الهاند ريل، بتكون ماسكة بتتباعد مسافة 8 قدم. يجب أن تكون هذه الحواجز بمتانة كافية بحيث تتحمل حملا واقعا على أي نقطة فيها وفي أي اتجاه مقداره لا يقل عن 200 رطل أو حوالي 90 كيلو. وسائل الاقتراب والوصول إلى السقالة، ممكن استخدم السلالم النقالي بس ما اقدرش ان انا استخدم السلالم النقالي اذا زاد الارتفاع عن 12 قدم او 3.6 متر، استخدم بدلا منها السلالم الثابته اللي بتكون مثبته على السقالات، ويجب عمل بسطه كل 30 قدم او 9 متر بحيث ان الشخص يستريح عليها وهو طالع على السقاله. تعتمد قوه ومتانه اي سقاله على القاعده، وترجع معظم حوادث الانهيار إلى ضعف القاعدة، لذا يجب الاهتمام بقوة ومتانة القاعدة. قلنا بالنسبة لقاعدة السقالة في حاجة عندي اسمها البيز بليت في 4 مسامير زي ما احنا شايفين بتتمسمر على عتبة خشبية اسمها المود سيل، بيكون في راكب عليها حاجة اسمها ليفلنج سكرو، ده أنا بستخدمه علشان أوزن بيه السقالة، بيطلع وبينزل معايا لحد ما بوزن السقالة. يجب تثبيت ألواح معدنية بيز بليد أسفل أرجل السقالة لمتانة تثبيتها. يتم ربط السقالات بالمبنى بمسافة لا تزيد عن 30 قدم أو 9 متر أفقيا و 26 قدم أو 8 متر رأسيا. يجب توفير وسائل الحماية من السقوط فول بروتكشن من السقالات التي يزيد ارتفاعها عن 10 قدم أو 3 متر. وسائل الحماية من السقوط دي اللي هي الجارد ريل و السيفتي هارنس او حزام الوقايه من السقوط. يجب عدم السماح بدهان السقالات، ليه؟ علشان لو كان في اي عيوب في صناعه السقاله تبان الدهان ما يغطاهاش. يجب عدم السماح بتخزين المواد والخامات والعدد على السقالات، السقاله زي ما قلنا منصه عمل مش مكان للتخزين، كما يجب اخلاء السقالات من هذه المواد عند نهايه كل ورديه عمل. يجب ترك مسافة لا تقل عن 10 قدم أو 3 متر ما بين السقالات وخطوط توصيل الكهرباء. تعتمد قوة ومتانة السقالة زي ما قلنا على قوة الأرضيات المثبتة عليها. يجب توفير ألواح مناسبة أسفل أرجل السقالات، ألواح خشبية إحنا سميناها المود سيل أو العتبة الخشبية مود سيل، ويتم تثبيتها جيدا بحيث تمتد مسافة لا تقل عن 9 بوصة أو 23 سنتي من كل جانب زي في الصورة، تمتد 23 سنتي من كل جانب المنظر ده. الحالة الوحيدة اللي أنا ممكن أستغنى عن المد سيل أو العتبة الخشبية إن يكون عندي أرضية مصنوعة من الخرسانة المسلحة أو الكونكريت، ممكن تتمسمر بمسامير صلب السقالة قاعدة في السقالة اللي هي البيز بليت، تتمسمر على الكونكريت من غير مشاكل. طب لو عندي اسفلت، لا ما ينفعش لان الاسفلت ممكن يتغير قوته بتغير درجه الحراره، زي ما احنا عارفين كل ما ارتفع درجه الحراره الاسفلت ممكن يحصل له ان هو بيضعف شويه. حواجز التقويه اللي على شكل حرف اكس اللي احنا سميناها الكروس بريسز دي طبعا بتقوي السقاله وبتمنع حركتها وبتزيد من متانتها وقوتها. ربط السقالات، قلنا ان احنا بنربط السقاله كل 9 متر افقيا و 8 متر رأسيا، كل 9 متر افقيا و 8 متر رأسيا بربط السقالة في المبنى بحيث ان السقالة ما تقعش مني، وبرضو بربط السقالة في حال لو زاد طولها عن 4 أمثال عرض قاعدتها بربط السقالة في المبنى. تنص تعليمات الأوشا على ضرورة أن تكون 50% على الأقل من جميع أنواع الربط من النوع الإيجابي. تعال نتعرف على بعض أنواع الربط الإيجابي. الربط من خلال النوافذ والفتحات، دلوقتي عندي نافذة، ده منظر علوي لنافذة، تمام، بحط أخشاب على أحرف النافذة علشان ما يحصلش انهيار للجوانب بتاعة النافذة بالمنظر ده، بستخدم المواسير والكلامبات في إن أنا أثبت السقالة بالمنظر ده، بحط ماسورتين بالشكل ده
ماسورتين عموديين عليهم وبربطهم في النافذة باستخدام الكلامبات، 4 كلامبات بالمنظر ده، والأطراف دي بيثبت فيها السقالة. ده أنا بسميه الثرو تايز أو الربط من خلال النوافذ والفتحات. في نوع تاني من الربط، إن أنا بثبت السقالة بالمنظر ده، بحط لوح خشب في جنب من جوانب السقالة وبحفر حفرة في الناحية التانية، وبستخدم دراع بالمنظر ده، الدراع ده بيدخل ويطلع في بعضه، بربط الدراع في ناحية بالمسامير، في الخشب بالمسامير في الشباك بالمنظر ده، والناحية التانية بطول الدراع لحد ما يتثبت جيدا في الفتحة اللي أنا عاملها له في الناحية التانية في الشباك، وبعد كده بربط السقالة باستخدام الكلامبات بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. الربط بأحد الأعمدة أنا بسميه البوكس تايز أو ربطة الصندوق. ليه؟ لأنه بيعمل صندوق أو شكل صندوق على العمود بالمنظر ده باستخدام المواسير والكلامبات. ماسورتين بالشكل ده وماسورتين عموديين عليهم بتربطوا بكلامبات، والأطراف دي هي اللي بتثبت فيها السقالة. الربط بنقطة تثبيت مسمار عادي جدا باستخدام المسقاب أو الشنيور، بعمل مكان للمسمار ده مسمار بفشر، وبربط المسمار في عمود التثبيت اللي عندي، بثبت عمود التثبيت في الحيطة وبربط السقالة في عمود التثبيت. قاعدة المنصة تكون الأخشاب المكونة للمنصة سمك 2 بوصة وعرض 10 بوصة على الأقل. يجب ألا تزيد المسافة ما بين الأخشاب المكونة للمنصة عن بوصة واحدة، اللي هو السبيسنج اللي ما بين اللوح وأخوه، ما يزيدش عن بوصة واحدة، بحيث إن مفيش حد يقع فيه أو يتحشر فيه أو يتكعبل فيه. أقل عرض للمنصة يجب ألا يقل عن 18 بوصة، دي الورك سبيس ما تقلش عن 18 بوصة أو 45 سنتي. يجب ألا تزيد المسافة بين مقدمة السقالة وبين الحائط المستندة عليه عن 14 بوصة أو 35 سنتي، اللي هي المسافة ما بين السقالة والحيطة، تبقى 14 بوصة ماكسيموم. أجيب تركيب دربزين حول المنصة لمنع السقوط زي ما قلنا. في حالة عدم تثبيت الأخشاب المكونة لمنصة السقالة، يجب أن تكون بارزة من كل طرف بحيث تكون مساحة التداخل ما بين الألواح من 6 إلى 12 بوصة. يعني لو مش هقدر إن أنا أربط الألواح دي باستخدام حبال أو إن أنا أمسمرها باستخدام مسامير، هتكون مساحة التداخل ما بين اللوح واللوح بتاع السقالة اللي جنبه من 6 إلى 12 بوصة. واتأكد طبعا ان لو كان السقالة عند نهاية السقالة يعني الطرف ده ما يزيدش عن 12 بوصة، بحيث ان ما يسببش انقلاب للوح لو حد داس عليه برجله. حمولة السقالات، السقالات الخفيفة تتحمل 122 كيلو جرام على المتر المربع، السقالات المتوسطة تتحمل 244 كيلو جرام على المتر المربع، وسقالات الخدمة الشاقة تتحمل 366 كيلو جرام على المتر المربع.